الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إن هي كأوبات لون تا ركن سين إيمان أمونين بمرات سيا بمعنى كنبيهان إبن بمعنى كرسولان. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون يعني بشر. بمرات سيا ونتو إن سليني إيبن إيبن أمون دي منجري سنبهون إيمان سين إن سليني تاو. ورسل لا يكذبون يعني لابد من تصديق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم وأن الله أرسلهم. إبن الله سبحانه وتعالى بيرسله. وأوحى إليهم. إبن سين دهيلن سيلا وحي بيرسل وحي. وأيدهم بالآيات. بقول وصلهم يا لون تام إن بيونناز سيلا بيونن إن كبارا خنيل دونها معا كآيات. يعني دلت هذه الآيات على صدقهم أن الله سبحانه وتعالى حتى أقوام الأنبياء والرسل عليهم يصدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جعل لهم آيات معجزات. أي بمعنى إن ما آيات إني بيرا كان لها سبايا ما هي نن دليل هسبايا كها غرون سلا. نعم نؤمن أنهم أدوا كل ما تمنهم الله سبحانه وتعالى عليه. نعم بقبوس بمرتين نتو إن هما كرسولان إني كيا باراتون لنا إن كتان سينا من دعا كان كان إلى سين الله سبحانه وتعالى ونصح الأمة أكمل نصح كان منهم إبن نصيحة بمغا أم إبن كيا ناحيسة كيا دهلان إلى نصيحة إن كتان سين أمة نلا وبلغوا كل ما أمرهم الله بتبلغه لم يكتموا شيئا. أي بما أننا جكوب نلانا إن أمو إن دعا كان كان إلى ويرون سيلا كيابين بتمالين كان جكوب نلانا إن دعا كان كان إلى وبذلوا غاية الجهد في أنواع الجهاد جاهدوا حتى يعني بلغوا أعلى درجات الجهاد. يبان سينك أنجو تأدونها بكتاهن لون جهاد من. نعم فهم رضوا عليهم الصلاة والسلام قاموا بكل ما لديهم من جهد في تبليغ هذا الدين. نعم ما كرسولان إني كياتين دون إلى توأتوا نك أنجو تأسيلاسين أونو نا أمو إن حسوباي كباتين دوجين آغما نؤمن بهم بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. نا بمرات سيا كتنيو بكتان أمو إن لون تا قرسولاني بس إن كنبيهان كتان سيلا ونؤمن بمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. أنا بقوس بمرات سيا كتنيو هؤنا نا أمو إن مغا كانان غانا كي إنغتان نتو وصفاتهم أتوا مغا دينها مغا صفات نلا والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها معجزات أتوا أونو ني مغا آيات أمو إن نهينا أمو إن معجزات دليل حسوبايا دي سيلا بوتينغون. نعم ونؤمن بكل الأخبار التي جاءت عنهم. يبان سين أونو ني مغا information أمون ديما تون ماريكاتو نياتو بمارات سينا تو كتان أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام بناقنا النبي أمونين آدم عليه السلام وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام إن بناقنا أنساب رسول أمونين نوح عليه السلام وخاتم آخر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يبان هوليهن لونت نبي يبان سين رسول أمون إن نبينا تو رسولنا تو محمد صلى الله عليه وسلم. كل من يزعم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي أو رسول نقول والله هذا كاذب وكافر كفر أكبر. يشيوشي ولونت إن أمو إن إميان إن سيا رسول أبغوس كم كوابا سين رسول صلى الله عليه وسلم نهي بامون نتو إن شئني بوتينان يبان سين إن يري كفر. كفوا سلقوا لقوا. نعم ومن يصدق هذا فهو كافر مثله والله أعلم. نهيشيو سيو سبين كها غرونيا نا إن شئني سيبو نيلا كافر سيبو نيلا كافر لهم تبعان. نعم